وكل حاجة على الموبايل ضاعت، معرفتش أرجعها لأن أنا كسلت أعمل باك أب على الكلاود. ليه؟ لأن أنا مش قادر يا جماعة، وأعتقد محدش هنا قادر، صح؟ صح، ظهرها وجعها أرهنك، صح؟ إحنا كسالة مكسلين نسلم على بعض. لما بنشوف حد نعرفه بعيد شوية مش بنروح نسلم عليه، بنعمله كده، صح؟ وساعات كمان بنكسل نعمل دي، فبنعملها بحواجبنا. شفتك، لقد علمت بوجودك، انا مش هرفع رجلي اجيلك، انا هرفع لك حاجبي. والطبيعي ان احنا بنكسل عشان نريح نفسنا، لا دلوقتي بقينا بنيجي على نفسنا عشان نكسل. يعني انا بعمل حركه هقول لكم عليها، ممكن الاقي حد منكم بيعملها. باب الاسانسير عندي بضرفتين، وانا نازل بفتح ناحيه واحده بس واتحشر فيها، صح؟ عشان لما اطلع استخدم ايد واحده بس. فاهمين انا فين؟ بلاش. لو قاعدين بنتفرج على التلفزيون والريموت بعيد شويه، احنا بنعمل كل حاجه عشان نجيب الريموت الا حاجه واحده، ان نقوم. مبدئيا لحظة إدراكك إن الريموت مش حواليك مأساوية جدا، صح؟ دراما. ومش عارف إحنا ليه في كده أجريمنت إن أنا مش هاكل غير لما ألاقي حاجة أتفرج عليها، صح؟ فأنت جايب الأكل هتاكل بقى، فبتبدأ هو فين الريموت؟ يا نهار أسود، إيه ده؟ ما أنا مش هاكل كده. فبتبدأ في محاولات إنك توصل للريموت مش إنكلودد فيها إنك تقوم. تعالى يلا، تعالى مش كل مره وماشي يلا. فبتفشل وبقرر هتفرج على عمرو الليثي. والله ما ايه، ما انا واحد من الناس برضه، صح؟ كلنا بنعمل كده، صح؟ كارثه. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.